للمشروب الخطير التاني. ده برضو تقدري تعمليه وهنحفظه برضو وناخد منه حبة ونكمل عليه برضو مركز. ايه هو بقى التمر الهندي كده لوحده؟ وده طبعا مشروب اكيد اكيد كلنا بنحبه. طيب هنعمله ازاي؟ هنجيب قالب برضو تمر واحد، عليه كمان هنا مية سخنة، 3 كوبايات مية سخنة او اكتر، وعليه تقريبا يعني ايه ممكن 1 كوباية سكر، تاني 3/4 كوباية سكر، تاني نقول كمان عندي هنا التمر الهندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قالب تمر هندي. طبعا ده لما بينزل المية بيبقى مزز 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 مزازة ايه يعني تحفة. هنسكره بكوباية سكر وممكن اقل حسب انتوا تستطعموا، ممكن اكتر براحتكم. وبرده هو سخن لازم لازم لازم، والتمر الهندي عندي سخن وميته سخنه، لازم اسكره علشان ياخد التسكيره المظبوطه بتاعته. ما اقعدش ادلق في سكر وادلق في سكر وقلنا ما بيسكرش ليه، فعشان اسيب الحاجه تبرد وبعدين اسكرها. ماشي، دي تركايه مهمه جدا لعصاير رمضان. بس مقاديري النهارده بسيطه، الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. عندي كمان الميه السخنه اللي بتغلي اهي، هروح عامله ايه، هروح جايبه برضو اهو قالب التمر بتاعي، واروح مقطعاه هنا في الميه كده، واسيبه برضو ياخد كده ويدي مع نفسه، يطلع لي البهريز لحد ما ايه بقى هنا يبوش خالص. القالب ده يبقى عبارة عن، عارفين كده لما يبوش خالص يبقى تحسوا ان هو ايه ده، ده عجينة، ده باش انا عايزة كده اهو. برضو هنعمله مركز بس كده، واديله تقليبة مية سخنة بتغلي، وحطيت فيه قالب التمر واسيبه هو كمان. وده عندي هنا بصوا لونه، يا نهار ابيض على لونه. وعندي هنا برضو التمر، بصوا اخد لون الكركديه ازاي. ومهم جدا ان انا ايه، بصوا التمر اخد لون الكركديه، بصوا بدأ بيسيب ازاي اهو. لو عملت كده هلاقيه، شايفين اهو بيفك، هو ده اللي انا عايزاه، لازم يفك كده ويبوش تماما زي ما هيحصل هنا. ده بقى بصوا يعني بينزل لي كل حاجه في التمر، الميه السخنه اللي بتغلي دي بتنزل كل حاجه في التمر، تديني بقى الطعم المظبوط. تمام تمام، نشرب دي كمان اهو. طيب وهنا كمان انا سايباها، نيجي للي بعده.